عوده ل10 الصبح في الاهلي، اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا امبارح كان عندنا ماتش مهم قدام الاسماعيلي في كاس الرابطه، هذه البطوله اللي تعتبر بالنسبه لموسيماني وكمان للجهاز الفني المعاون فرصه عظيمه لاختيار العديد من العناصر الجديده الناشئه. شفنا امبارح اداء لعيبه صغيرين في السن ولكن اداء لعيبه كبار وعندهم ثقه وعندهم روح وعندهم شخصيه النادي الاهلي. الماتش اي نعم خلص 1-1 لكن الحقيقه مكاسبه كانت كتيره جدا، هنتكلم اكيد في كل هذه الامور مع كابتن ايهاب جلال نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الفل عليك. صباح الخير. اهلا بيك. صباح الخير، منورنا كابتن ايهاب بجد والله دايما. انا هبدا كده بفكره انضمام الناشئين وفكره الثقه اللي موسيماني بيعطيها للناشئين اللي عن حق برده، خلينا نحط كذا سطر تحتها، واللي دايما هذا المصنع زي ما انا بقول دايما يعني بيشرفنا، وخرج منه اسامي لعيبه عظيمه جدا جدا واضافت للاهلي على يعني سنوات طويله. النقطه دي انا محتاجه اروح مع حضرتك فيها، وفكره كمان ان انت بتلاعب فريق طبعا مش سهل، عنده صفقات جديده، بيلعب فيرست تيم كامل العدد، ما فيش اي غيابات او غيره، شفت ده ازاي كمشهد؟ بص حضرتك، يعني خلينا اقول ان كاس رابطه الانديه دي احسن حاجه اتعملت السنه. صحيح. حقيقة يعني. صحيح. ليه؟ لانها بتفرز لعيبه ممكن واحد يكون بعيد عنها خالص، ما حدش يعرفها، غير زمان، غير لما كنا احنا موجودين، كنا موجودين بنتمرن في الجزيره، الدرجه الاولى بتتمرن في الجزيره، احنا بنتمرن في الجزيره، كل الناشئين بيتمرنوا مع بعد الدرجه الاولى او قبل الدرجه الاولى. فكان الجهاز الفني بتاع الدرجه الاولى بيشوف كل المراحل السنيه الموجوده بيتابعها يعني. انما دلوقتي في موضوع الناشئين في مدينه نصر والدرجه الاولى في الجزيره، فطبعا الوقت عامل الوقت هو اللي صعب بالنسبه للمدربين. اي نعم ممكن الواحد يشوف، بس يعني ما تعرفيش امتى الفرقه دي عندها تمرين، ده عنده امتى، ده انا عندي تمرين، قدام عينه على طول لازم يكون متابع طبعا. انما انا شايف ان الكاس الرابطه ده احسن حاجه اتعملت في مصر السنه دي، ويا ريت يستمر. ليه؟ لان بتفرز لعيبه كتير جدا، احنا شفنا اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اللي لعبت الماتشين اللي فاتوا، الجونه والاسماعيلي، حاجه رائعه جدا. ما لو ما كانش الكاس ده اتعمل ما كانش هتفرز حد، ما كانش حد هيشوف حد غير لما مثلا مدرب او رئيس قطاع الناشئين كابتن خالد بيبو بيرشح حد او كده، غير لما تشوفه يعني لايف قدامك طبعا. يعني فده حاجه رائعه جدا، انا شايف ان هتفرز وهتفرز لعيبه كتير جدا، هينضموا بقى للفريق الاول طبعا. وده حاجه كويسه، حاجه صحيه جدا للفريق الاول طبعا. بتبقى ضغط منافسه طبعا، واحد لازم يحافظ على مكانه، فطبعا هترفع من مستوى اللعيبه الناشئين ومن مستوى اللعيبه الدرجه الاولى الموجوده، خصوصا الفترات اللي قبل كاس الرابطه احنا كنا بنلاقي فترات اللعيبه بتريح فيها، وده بيبقى ليه تاثير سلبي جدا بعد كده. فيعني صحيح، عند حضرتك حق جدا، حاجه تنشيطيه يعني، كاس الرابطه دي حاجه تنشيطيه، حاجه جميله جدا، انا شايف انها من احسن حاجه اتعملت، وده ويا ريت تستمر طبعا. شفنا لعيبه كتير جدا افرزت عندنا في منتخب الشباب اللي انا بمرنه، في لاعبين لعبوا اللي هو الباك ليفت والشرقيه، يعني عايز اقول ان اللعيبه كويسه جدا، اللعيبه كويسه جدا، اللعيبه في 2001 و2099 وفي 2003 و2004 لعيبه كويسه جدا بتلعب وافرزت، وده شيء جميل وحاجه صحيه جدا للمدرب الدرجه الاولى، لانه لازم يشوف كل اللعيبه ويشوف مستواهم. يعني فكره ان هم ممكن البعض منهم اكيد هيتم تصعيده مباشره للفريق الاول لكره القدم، واكيد برضو وارد ان البعض الاخر يطلعوا اعارات مختلفه بحيث ان هم ايه ينضجوا ويستووا بالمعنى الدارج يعني. ده مظبوط جدا، وكله هيستفاد يعني، كل اللعيبه هتستفاد يعني. انا شفنا رأفت اللي هو الباك ليفت بتاع النادي الاهلي 2004، عيل صغير جدا، ولا صغير جدا، وده معانا في منتخب الشباب. شفنا شرقيه، شفنا غريب، سيد غريب، شفنا لعيبه كتير جدا، زياد يعني، انا شفت بصراحه شوبير يعني، شفنا لعيبه بتاخد فرص يعني قليل جدا لما كانوا هياخدوها في الدوري او في الكاس او طبعًا. في بطوله افريقيا، لان المدرب بيبقى عاوز اللعيبه الجاهزه على طول طبعًا. مش هيقدر يفكر في الناشئين الا في وقت معين صغير جدا، وغالبا عند الزنقه او عند الزنقه بالظبط كده، يكون حد مصاب طبعا. ربنا يشفي طبعا اكرم توفيق طبعا، نتمنى له السلامه طبعا. اللعيبه ديت هيبقى ليها مكانه كبيره جدا، لانه كل اللعيبه اللي لعبت في الماتشين اللي فاتوا او اللي هيلعبوا بعد كده عندهم شخصيه النادي الاهلي، لان ما حدش هيلعب درجه اولى في النادي الاهلي غير لما يكون عنده شخصيه. وانا شفت اللعيبه كتير جدا من اللي لعبت عندها شخصيه النادي الاهلي، يعني عاجبني جدا رأفت الباك ليفت 2004 عنده شخصيه كبيره، يعني تحسه لعيب كبير بصراحه يعني. الشخصيه دي بتشوفها في ايه؟
يعني ايه تفاصيلها؟ ايه مقاديرها؟ قراره في الملعب، القرار في الملعب. لما اكون انا كنت بلعب مثلا وبلعب مع ناس كبيره جدا زي كابتن الخطيب لما كان بيلعب وانا بلعب معاه في الملعب، لازم انا اكون ليا شخصيه ان انا اقدر اجاري الناس الكبار في الملعب، لان بدون الشخصيه عمرك ما هتقدر تكمل في النادي الاهلي. شخص النادي الاهلي اللعيبه الوحيده اللي تلعب فيها درجه اولى اللي هي عندها شخصيه بس، الفنيات مش كفايه، القوه مش كفايه، كل حاجه غير الشخصيه، لازم تكون عندك شخصيه، لاني عشان تستمر في النادي الاهلي وتلعب بطولات كبيره ككاس العالم، كاس افريقيا، دوري عام، كاس مصر، لازم يكون عندك شخصيه، والشخصيه بتتمثل في اللعب في قراراته، القرار امتى هاخد القرار ده وامتى ما اخدوش، امتى اباصي وامتى ما اباصيش، امتى اشوط وامتى ما اشوطش، امتى اعمل كروس وامتى ما اعملش، كل دي قرار هو بياخدها، دي اللي بتنعكس على شخصيه اللاعب نفسه، وده اللي موجود في النادي الاهلي. اللي انا شفت اللعيبه دي كلها بصراحه عندهم شخصيه كبيره جدا جدا، واتمنى لهم طبعا التوفيق. يعني بص احنا هنروح كابتن للاهلي والمنتخب ونرجع، يعني خلينا نروح للمنتخب بحضرتك، ويعني ماتش السودان ان شاء الله اللي نتوفق فيه يعني باذن الله. بس برضو ناس كتير بتتساءل هل احنا هنلعب برضو يعني بطريقه زي ما لعبنا مع نيجيريا؟ هل اللعيبه هتبقى في مراكزها؟ هل احنا مش هنفهم الخطه برضو لغايه نهايه المباراه؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. بص حضرتك، هو كل مدرب ليه شخصيته وليه وضعه ليه التكتيك بتاعه، ما اختلفناش بس ده شيء جميل. انما طبعا هو يعني الناس اللي هي بتتفرج يعني، او الناس اللي هي مش في الكوره، او اللي هي الناس مش فنيين قوي، يقول لك مثلا ده مش في مكانه ده بتاع. طبعا الموضوع كله لازم، احنا بنلعب بطوله مجمعه، لازم كل واحد ثبات تشكيل، ثبات مراكز في اللعيبه، كل ده لازم يكون موجود في دوره مجمعه زي بطوله افريقيا او بطوله العربيه او بطوله شمال. وده مش وارد عندنا، مش عايزين نقول مش وارد، بس على الاقل ما حصلش كتير ممكن. وبرده احنا لسه برده الناس مش فاهمه دماغ الراجل او كروش بيفكر ازاي، او هو عاوز يعمل ايه، او يعني هو انا في تفكيري انا كراجل فني، هو متصور ان هو لازم هيعدي الدور الاولاني دوت، وده طبعا هنعديه ان شاء الله، يعني ان احنا هناخد مركز تاني، ان احنا هنعدي، وهو بعد كده اكيد في ثبات للتشكيل وثبات للمراكز، ده مهم جدا، لان المباراه الاخيره اللي احنا شفناها مع غينيا بيساو كان الى حد كبير كان كل واحد في مركزه، يعني ان انا شايفه كده، انما انا شايف برضو ان اداء فردي بحت، ما تقدرش تستنتج حتى الخطه اللي بتتلعب. بص حضرتك، هو برضو احنا مش عايزين نظلم الراجل لغايه اما نشوف الهدف اللي هو عايز يوصل له ايه هو. معلش يا كابتن ايهاب، انا اسف التعقيب ده، يعني سامحني كده، بس انا بتكلم ايه بشكل عفوي يعني. له احنا نستنى ايه اكتر من اللي استنيناه عشان بس نستنتج الراجل ده عايز ايه؟ يعني ده عدت علينا البطوله العربيه كامله، عدت عليك ماتشات كتير الفتره الاخيره، وكلنا بما فيهم المتخصصين زي حضرتك مش قادر تستنتج هو عايز ايه. ما هو بصراحه كلام حضرتك مظبوط جدا، يعني في كتير جدا مننا كفنيين برضو مش قادرين نظبط الامور ماشيه ازاي، يعني لما بتفرج على المباراه غير لما يكون واحد مش فني بيتفرج عليها، يعني بتفرج من وجهه نظر التاكتكس، بيدير ازاي المباراه رايحه فين، المباراه جايه منين، كل ده انا بتفرج عليه من وجهه النظر ديت. فطبعا في كتير جدا في اوقات بتروح مننا الموضوع، يعني بيروح مني الموضوع ان انا ازاي استكشف الموضوع ماشي ازاي، كتير جدا في اوقات كتير جدا من المباراه حقيقه يعني. انما برضو احنا عايزين نعرف برضو الهدف، احنا عايزين نوصل ايه، احنا عايزين نعدي الدور الاولاني ونخش على الماتشات بقى اللي بعد كده هي الاصعب كده، لان المغلوب هيطلع بره طبعا. فبطوله العربيه انا شايف ان يعني المباراه اللي احنا خسرناها امام تونس بدلك، يعني ان احنا جبنا جون في نفسينا غصب عننا، يعني لو كانت المباراه مشيت بالطريقه اللي هو كان ممكن متصور ان هو تمشي بيه، كان ممكن نلعب مباراه نهائيه مع الجزائر، كان ممكن الوضع كان مختلف شويه. انما احنا برضو مش عايزين نستعجل، وعايزين نشوف المباراة السودان، طبعا احنا هنلعب السودان بكرة ان شاء الله، نشوف بس ايه الوضع اللي هيحصل فيه، لان كده كده انت داخل الدور الثاني يعني، ونشوف ان شاء الله وربنا يسهل يعني، ان شاء الله نشوف ايه اللي هيحصل يعني. طيب احنا لسه كلامنا اكيد ما خلص، هنروح بس فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضرتك. فاصل سريع ونرجع نكمل.
حديثنا لسه مستمر مع كابتن إيهاب جلال، ولسه ملفات كتير اكيد عايزين نتكلم مع حضرتك فيها. خليني اروح سريع، احنا قلنا هنروح ونرجع ويعني ونرجع ونروح، عايزين نطمن على حراسة المرمى وفكرة هنا برضو مصطفى شوبير والاختلاف اللي كان حوله، لكن بجد هو أثبت نفسه على الأرض. فخليني أروح مع حضرتك للنماذج اللي عندنا اللي يمكن ما كانتش ظاهرة، ولما بتاخد فرصة فعلا بتغير وجهات النظر بشكل كبير جدا، أو بتزيد ثقة في الوجهات اللي هي بتبقى مؤمنة بيها. الجدل اللي كان موجود بالنسبة لشوبير مش فاهم ليه، أنا بعرفش ليه، لأن هو حارس مرمى جيد جدا يعني من هو في الناشئين، من هو صغير مميز يعني. سيبك والله والده كان بعيد خالص عنه يعني. أنا حتى قابلت قبل كده كابتن شوبير في النادي، قلت له على فكرة أنا مرنت شوبير في النادي، وقلت له على فكرة ابنك هيبقى أحسن منك. قال لي بجد؟ أصل أنا مش متابعه والله، الكلام ده ما كان لسه في الناشئين. فهو الجدل جدل للجدل، بس للجدل عشان ابني شوبير، إنما الولد حارس مرمى جيد، ولما خد فرصه ولعب وهيلعب هيبقى كويس جدا، لان دي هتثقله يعني. اللعب الكتير بيثقل الحارس، بالذات الحارس، لان الحارس محتاج على طول يبقى في الملعب. بس هو برده عنده معضله لازم يحسن التعامل معها، ودي حاجه بتتكرر مع كل ابناء النجوم في كل المجالات. تمام. فكره ان اسمه مصطفى شوبير بالظبط، هتلاقيه دايما بطبيعه الحال محطوط في مقارنه مع والده. بالظبط كده، والناس هتقول بيلعب عشان كذا. طبعًا. ده غلط. طبعًا. ده يا جماعه لازم نفكر، ده بيلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي مش 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 بتاع وصايد ولا مجاملات، بالذات في الدرجه الاولى ولا عمره كان ولا هيكون. عمره موجود، حتى انا لما كنت في قطاع الناشئين ما كانش موجود مجاملات، صدقني. الحاجات اللي احنا بنسمعها دي حاجات لان ابنك مشي او ده مشي او بتاع بيقولوا كده، انما الموضوع والله ما كده خالص. النادي الاهلي عشان كده هو النادي الاهلي، النادي الاهلي لو في مجاملات عمره ما هيبقى في الصفه الاولى، يعني مش هيبقى على رقم واحد في افريقيا وفي الشرق الاوسط. لا يمكن، لانك انت بتلعب. انا شايف ان اللاعب الكوره او لاعب النادي الاهلي عامل زي ممثل المسرح، لايف قدام الناس. صحيح. لو هو مش كويس عمره ما هيبقى ما هيطلع على المسرح. ده مهم جدا يا جماعه، لازم الناس تفهم كده. الراجل شوبير حارس مرمى جيد من وهو في الناشئين كويس، عشان كده طلع الدرجه الاولى. بعيد عن والده، بعيد عن الحاجات دي، هو حارس مرمى جيد، والماتشات هتثقله زياده. وعلى فكره هو لعب مباراتين هايل جدا جدا، وانا بصراحه كنت بتفرج عليه، لان انا بحب اصلا، انا بحب شوبير وبحب اتفرج عليه، لانه حارس مرمى انا بصراحه ما كنت مرنته فتره صغيره جدا، انما كنت مستمتع معاه جدا، لانه من حراس الجيده زي الشناوي مرنته، زي الولد مصطفى اللي في الدرجه الاولى دلوقتي، ده معايا في منتخب الشباب، كنت واخده من الترسانه، وهو دلوقتي راحت مصطفى مخلوف. طبعا يعني حراس زي حمزه، حراس مرمى جيدين جدا. اشمعنى ما بنتكلمش على دول وبنتكلم على ده؟ بلاش يا جماعه المقارنه، بلاش، لان الولد حارس مرمى جيد. هو ما كانش في انتقاد على قد ما كان في يعني، هو تم ادراج اسمه ضمن بعض اللعيبه الناشئين او بعض اللعيبه الموجودين في الفيرست تيم، يعني اللي هم بيرشحوهم يروحوا اعاره ويرجعوا لنا. حضرتك برضو بتتفق مع فكره الاعاره ولا لا؟ بص حضرتك، انا يعني لو هو حارس مرمى جيد ومالوش فرصه انه يلعب في النادي الاهلي او في فالاعاره بتبقى المصلحه. الاعاره طبعا مفيده جدا، وكذا لعيب يعني، محمد عبد المنعم ده عندنا من النادي، من الناشئين، طلع درجه اولى ودوه اعاره، دخل منتخب مصر. يا جماعه الاعاره مش معناها ان هو وحش او معناها ان هو مش مالوش دور في النادي الاهلي، بالعكس. الاعاره دي انا بوديك عشان تبقى كويس، عشان اجيبك تلعب عندي. ما في ناس بالنسبه لها الاعاره كمسمى يعني، هو مسمى سيء السمعه، بمعنى ايه؟ من وجهه نظرهم ان ده كانك بتتخلص من اللعيب ده، ده هو متورط في تعاقده معاك ومش هتلاعبه كده كده، فبتحاول تزحلقه يعني. ما لو هزحلقه يبقى ده طبعا مش مظبوط. طبعا بالظبط كده، لو انا مش عايز اللاعب دوت انا همشيه خالص من النادي. اكيد انا همشيه، انما انا متمسك بيك وبوديك اعاره، يعني انت انسان او لعيب عندي، لعيب كويس، فبلاعبك عشان لانك ما عندكش فرصه عندي، لان اللعيب اللي بيلعب مكانك اكبر منك او احسن منك. صح. او شويه، انما انت لما هتروح تلعب ممكن ترجع تبقى احسن منه. ايوه. فلازم اللعب الكتير هو اللي هيخليك تبقى كويس، لازم نشيل فكره الاعاره من عندنا انها انا بمشيك او انا مش عايزك او بتقابل. العكس، يا ريت على ايامنا كان في الموضوع ده، الموضوع ده ما كانش موجود على ايامنا. اللي ملوش مكان يا اما بيمشي يا اما بيقعد. بيفضل بقى قاعد يعني، فهي الاعاره. بس كان في المقابل بقى وقتها كان كل واحد بياكل النجيل بالمعنى الحرفي عشان يثبت نفسه، وما كانش فيه فلوس، ما يبقاش عرضه لاي فرصه ان هو ما يبقاش موجود. برافو عليك، كان كل الناس اللي موجوده، علشان كانت الفلوس ما كانتش موجوده كتير، كان كل اللي موجود كان لعيبه كويسه جدا، لانه بيلعب عشان الكوره نفسها بس. ايوه.
فدلوقتي الوضع اتغير جدا، فيا جماعه لازم نفكر حته الاعاره دي. ولو شوبير مثلا انا شايف ان الفرصه اللي بياخدها دلوقتي فانا هتثبت ان هو حارس مرمى جيد، وده اللي لازم يمشي عليه. انما لو النادي الاهلي شايف ان هو ممكن يروح اعاره، او اي حد من الحراس او اي لعيب يروح اعاره، ده مش عيب يا جماعه، ده حاجه كويسه جدا، مش حاجه مش وحشه. انت هتبقى كويس وهترجع تاني للنادي الاهلي، وده طبيعي لازم الواحد يفكر فيه كده يعني. طيب جميل، لو اتكلمنا شويه برضو عن المنتخب ورجعنا له مره تانية، وفكره هنا يعني، لان ما اعرفش انت تابعت حضرتك الفقره اللي فاتت، لا بس انا مش هتكلم تحديدا على التوقعات، بس هتكلم في نقطه هي كانت تحدثت عنها يعني ضيفتنا، تقول لك الطاقه بتفرق في فكره هنا الدعم الجماهيري، يعني بما معناه ان احنا الفتره الاخيره بصراحه جماهير منتخب مصر ما بقاش عندها ثقه يمكن في المنتخب او حتى في كيروش تحديدا لو اتكلمنا، هل ده ممكن يكون ليه تاثير فعلا على اداء اللعيبه، ولا احنا بنتكلم موضوع ملوش علاقه يعني؟ وهي قارنت بجماهير الاهلي واداء اللعيبه حتى لل90 بلس اللي احنا متعودين عليها. شيماء اهي. بصي الكلمه اللي هي قالتها فعلا مظبوطه جدا. الروح الجماهير. طبعا طبعا مهمه جدا، حتى في اعلام بيجي في التلفزيون يقول لك قوتنا في تشجيعنا. ده مهم جدا يا جماعه، النادي الاهلي بيكسب في اخر ثانيه عشان قوه الجماهير بتاعته واللعيبه عارفه كده. ايوه. النادي الاهلي تعادل امبارح مع الاسماعيلي في اخر مباراه، ليه؟ لان هو عنده الحته دي موجوده مولوده في لعيبه النادي الاهلي وفي جماهير النادي الاهلي عارفه الكلام ده، فبيديهم الايحاء او الاحساس ان انا ما استسلمش، ان انا مغلوب او انا خلاص راح مني المباراه، لا لا لا. النادي الاهلي يعني على مدار تاريخه، وهي كان كلامها مظبوط جدا، حته التشجيع او حته ال الدعم الجماهيري اللي موجود على طول على لعيبه النادي الاهلي، هو ده اللي بيخليهم على طول في المقدمه. احنا شفنا بصراحه في المنتخب لما اتغلبنا من ماتش نيجيريا او اتغلبنا من ماتش تونس في البطوله العربيه، الجماهير مش راضيه، او الجماهير يا جماعه لازم نقف جنب الفرقه لغايه اخر لحظه. احنا بنشوف في اوروبا الفرقه بتبقى مغلوبه واللعيبه الجماهير بتشجع اللعيبه عشان تقدر تستمر. ما انت لو انا بس شايفين حد ادنى مرتفع من جوده في الاداء مخليهم هم كمان مستمرين في التشجيع لغايه الدقيقه 90. برافو عليك، ده مهم جدا. ولازم برضو يوصل الكلام للجماهير دي لمنتخب مصر، لان منتخب مصر انت بتلعب في قاره افريقيه او في كاس او في اي حته او في كاس عالم، بتلعب مع نوعيات مختلفه جدا من المباريات. فلا وانت ما عندكش الدعم الجماهيري بالنسبه للعيبه او منتخب مصر، صدقني هتفقد المنتخب، هيفقد 50% من قوته. قوه الفريق، انا كنت بلعب قوه الفريق يعني ممكن اكون انا كنت تعبان مثلا في المباراه النهارده، بس لما بلاقي الجماهير بتشجع انا بيجي لي حماس كبير جدا وتلقائي على فكره من غير ما افكر. فده لازم يكون موجود مع التشجيع من اول بكره ان شاء الله، الدعم الجماهيري يكون مع منتخب مصر، صدقوني هتشوفوا صوره ثانيه مختلفه تماما. انما يحصل حاجه تعادل او اخفاق، طبعا الجماهير ما بتحبش كده، ان انت برضو منتخب كبير ومنتخب اكتر فرقه في افريقيا واخده كاس افريقيا طبعا. فده طبعا من هذا المنطلق ده الجماهير بتعمل كده. بس انا يعني اشد بس على الجماهير شويه، ارجوكم يعني لازم تقفوا مع منتخب مصر شويه، ده مهم جدا، صدقني هيبقى الوضع مختلف تماما. طب تعالى بقى ندمج ما بين الاهلي والمنتخب، ايه راي حضرتك لغايه دلوقتي ايه في لعيبه النادي الاهلي اللي في يعني بيلعبوا مع المنتخب؟ هم دلوقتي كلهم ماشيين كويس، طبعا الشناوي هايل ما شاء الله. ماتش نيجيريا لو ما كانش الشناوي كان ممكن هيحصل مشكله كبيره. انما الماتش اللي بعده غينيا صدد مثلا حوالي مثلا 3 4 جوال، يعني الشناوي ماشي بطريقه كويسه، ماشي كويس جدا. اكرم توفيق طبعا كان لغايه قبل ما يتصاب كان ماشي كويس جدا، نتمنى له طبعا الشفاء العاجل طبعا. حمدي فتحي كويس قوي، ماشي كويس جدا طبعا. احمد شريف هو اللي شويه بينزل، زي يعني ما شفناهوش كتير لانه ما نزلش كتير، ما لعبش كتير. انما انا شايف لعيبه النادي الاهلي ماشيه كويس، لان ده طبعا ده طبيعي جدا ان لعيبه النادي الاهلي واكثر فرقه في مصر فيها عدد في طبعا عدد كبير جدا في المنتخب. فطبعا انا شايف ان هم كويسين وماشيين كويس، يعني ده طبيعي جدا يعني. طيب هنروح للاهلي ولا انت خلاص كان المنتخب؟ انا قلت ادمجهم في بعض عشان يبقى في دقيقنا. طيب انا ممكن اسال كده سؤال عابر
طيب احنا امتى ممكن بجد منتخب مصر يبقى عنده بقى يعني مدير فني مصري؟ لان الناس بتطرح السؤال ده دلوقتي، البعض بيقول هل كانت خطوه اصلا انضمام كراش للمنتخب سليمه ام لا، وفي نفس الوقت هي اللي احنا ما عندناش ثقه ولا اصبح عندنا ثقه اعلى في فكره مدرب مصري، لو هنتكلم عن اسامي مثلا حسام حسن او غيره من مما طرح يعني في الفتره اللي احنا فيها، لان اعتقد البعض لما جه قارن كراش ب يعني حسام حسن او غيره من الاسماء قال لك على فكره ما فيش فرق كبير، كان ممكن كمان لو مصر يضيف اكتر بمنتهى الصراحه. بص حضرتك، هي المشكله كلها دلوقتي ان المدرب المصري اللي هيجي لازم هيقارن بالكابتن حسن شحاته والكابتن جوهر، ودول قامات يعني ودول قامات يعني لا تقارن صعب صراحة. صعب جدا ان حد يجي زيهم. كابتن حسن شحاته طبعا 3 بطولات افريقيه ورا بعض، كابتن جوهر كاس عالم، صنعوا تاريخ، خلينا طبعا صنعوا تاريخ كبير جدا. ف بالنسبه لمنتخب مصر مدرب مصري او وطني، انا شايف ان تبقى حاجه كويسه يعني، انما عشان الناس تستوعب مدرب مصري بعد حسن شحاته وكابتن جوهري مع حفظ الالقاب طبعا، هتبقى الموضوع صعب شويه، هياخد وقت حتى شوية. بعد اللحظات او الفتره اللي احنا فيها دلوقتي بعد يعني اللحظات دي، لان واعتراض الكثيرين على كراش وادائه يعني كتير جدا، لان برضو لو جه مدرب مصري في الاول هياخد برضو انتقادات كتير جدا. انما عشان نخلي منتخب مدرب وطني للمنتخب لازم نبعد شويه عن الكابتن حسن شحاته والكابتن جوهري، يعني يبتدي من الاول ان المدرب الوطني ثقافه يعني تختلف، لازم الثقافه تختلف شويه لو احنا عاوزين مدرب وطني، انما كل واحد مسؤول هو اللي معني بالموضوع يعني. انما جه كابتن حسام البدري لم يوفق يعني، والناس ما استنتش عليه برضو يعني، الناس برضو ما صبرتش على كابتن حسام. عشان كده بقول لحضرتك اي مدرب وطني هيجي هيبقى الموضوع صعب بالنسبه له وبالنسبه لكابتن حسن شحاته وكابتن جوهر. هنضطر نصبر على كيروش من منطلق ان بنود التعاقد معاه تلوي دراع الكل وتجبره على ان هو يصبر، لا نملك غير الصبر في الحاله دي. بص حضرتك، على فكره في بعض الاحيان تسمع ناس بتقول ما معناه ان تفاصيل وبنود تعاقده وكانها محطوطه اصلا لقطع الطريق على فرصه وجود مدرب وطني اصلا. كل ده انا يعني انا ما اعرفوش، انما لا انا شايف لو حد مش عاوز مدرب مش هتفرق معاه البنود العقد يعني، لو حد مش عاوزه او انا مش عاوز مدرب لو حجم الضرر اكبر لو بالظبط. انما وفي ناس بتقول لك لا خلاص خليه يكمل، او مش معنى كروش، انا بتكلم في العموم يعني. أيوة طبعا. انما في لو واحد مش عاجبه مدرب ومش هتفرق معاه البنود العقد يعني، او انا هضطر ان استنى عليه، هو برضو عشان يكون فاهمين برضو مش عايزين نظلم الراجل ده مدرب كبير يعني، مدرب ليه اسم كبير. لازم نصبر عليه يا جماعه، احنا ما لعبنا 3-4 ماتشات في البطوله العربيه وماتشين في بطوله كاس افريقيا وما كانش فيها يا جماعه، لازم الناس تستوعب او الناس تفهم ان ما كانش فيه مباريات وديه، الراجل مش قادر يعمل حاجه لان برضو ما فيش مباريات وديه عشان الكورونا والكلام الفاضي ده، كل ده موقف الدنيا كلها، موقف استعدادات الفريق واستعداد اي فرقه ما بتلعبش يعني. انا شفنا فرقه في افريقيا مسافره بالمركب، شوف عملت كذا يعني. هو الموضوع كابتن ايهاب مش متوقف فقط على فكره هنا الماتشات الوديه من عدمها، على قد ما هو متوقف على فكره اصلا الفكر واللعب والمراكز يعني، هي يمكن دي اللي فيها نقط خلاف او في اعتراضات يعني. على كل حال هننتظر ونرى، ولكن اللي انا عايز اقوله ان برضه هنرجع نقول تاني نقطه عن الجماهير من حقها ان هي يبقى عندها يعني رغبه في الفوز، هيبقى طبعا عندها رغبه في تحقيق المنتخب لاعلى ما يستطيع، لان هو ده منتخب مصر وهي دي الجماهير اللي بتشجع منتخب مصر طبعا. احنا عندنا كوادر وعندنا تاريخ يقدر ان هو يسمح لنا ان احنا نحلم ببطولات ونحقق طبعا على الارض يعني، ما اعتقدش ان ده طبعا شيء مثلا ننتقد عليه، لا بالعكس، احنا لازم اللي بيجي يشتغل معانا يبقى عارف قد ايه احنا نستحق وقيمه هذا المنتخب طبعا اللي هو بيشتغل معاه. نورتنا يا كابتن ايهاب بجد، شكرا لحضرتك كالعاده. انا مبسوط جدا، نشوفك على خير في حلقات جايه باذن الله. طيب احنا حلقتنا انتهت، بكره باذن الرحمن يتجدد لقائنا بكل حضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي.